كنتواجدوا اليوم مخيم الدولي طماريس بالدار البيضاء. جينا اليوم في اطار الحمله التحسيسيه اللي تيقوم بها المجلس الوطني لاجل التعريف بالاليه الوطنيه الخاصه بتظلمات الاطفال. تمكنا اليوم من الاشتغال مع مجموعتين من الاطفال بلغ عدد ديالهم 80 طفل من جمعيات مختلفه ومدن مختلفه، وقمنا بعمليه تحسيس عرفناهم بالاليه، اولا بالمجلس الوطني شنو هو اللجان الجهويه وبالاليه وكيفاش يتواصلوا مع المجلس، كيفاش يوضعوا شكاياتهم. تحدثنا لهم على التطبيق ديال اللي دار المجلس باش يمكن لهم يوضعوا شكاياتهم، كما وجهناهم انهم يمكن لهم يوضعوا شكايه ديالهم بطرق اخرى اما بشكل مباشر في اللجان الجهويه او عن طريق البريد. وكان تجاوب كبير من طرف الاطفال اللي من خلال الاسئله اللي وجهناها لهم تبين انهم فهموا بشكل يعني بشكل واضح شنو هي الاليه وكيفاش يوضعوا الشكايات ديالهم وكيفاش يتواصلوا معنا وكيفاش يتبعوا ان عندهم الحق في انهم يتبعوا المعالجه ديال الشكايه ديالهم فين وصلت. وكبادره اولى في اطار هذه الحمله التحسيسيه المجلس الوطني لحقوق الانسان ووزاره الشباب والرياضه وضعوا في المخيمات النموذجيه اللي كنقوموا فيها بهذه العمليه التحسيسيه صندوق لوضع الشكايات، وهنا بطماريس هو موضوع في مكان في متناول جميع الاطفال، موضوع الحائط الخارجي لاحد المطاعم هنا بطماريس اللي في مكان يمكن جميع الاطفال يشوفوه ويوصلوا ليه ويوضعوا فيه شكايات اذا كانت عندهم، وهو في مكان واضح جدا.